داود زبور. وش معنى زبور وليش اسم زبور؟ هذا بنحاول نشوف بعدين. نرجع لقضية الجسد. اذا الاجواء اجواء حكام حكام ملوك انبياء داود سليمان. طيب لاحظوا الان ولقد فتنا سليمان. شو يعني فتنا؟ استخلصنا بالاختبارات اختبارات اختبارات فاز فاز. ولذلك ديروا بالكم اسرائيل وكل المشاكل والجواسيس اللي بتحكم العالم العربي والاسلامي من ضمن الفتن اللي بترتقي بالامه. ولا لولا هالجواسيس كان بنظل نايمين، كان بيظلوا نايمين الناس. فإياكم تظنوا ان اسرائيل مش نعمة. بس وانت بتعرفوا لها نعمة لما بيجي وقتها تعرفوا ايه؟ يا سبحان الله، والله العالم الاسلامي اللي بقى نايم وامي وبغيد عن الحضارات وكذا، سبحان الله كيف اجى غزوا بابرة في فلسطين فاستيقظ وصار كل مين؟ او دق وبدأ عبين ما صار قادر وحل المشكلة. يا سبحان الله. وكيف الأمة حاولت تتخذ قبلة موسكو وبكين ولندن وباريس وما زبطش معها، وفي الأخير قالت أبا ماليش إلا ورجعت إلى. يا سبحان الله. هذا بعدين بيشوفوا الناس بيعرفوا كيف إنها هذه الفتنة كانت تمام تمام ولكنكم تستعجلون. وشو رد الناس؟ شو رد الناس عن الإلحاد إلى الإيمان؟ وشو اللي أدرى صح؟ فلسطين ودورها في العالم الإسلامي شيء لا يتصوره عقل بشري، بس ندرسها مظبوط. أما هذولا هالسفلة بزولوا، بس لما أنتوا يعني تصيروا الكم إذن هو دير بالكم نوع من إيش الفتن والابتلاءات من أجل التخريج. راح تتخرج الأمة على فكرة، مثل ما تخرجت أول يوم كنتم خير أمة أخرجت بعد فتح مكة. على فكرة راح تكونوا خير أمة أخرجت بعد فتح القدس، وتعرف وقتها إيش معنى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من إلى. بس مش وقته الآن لاستفاضة في هذه القضية. نرجع لقضية الجسد. ولقد فتنا سليمان، قضية ثانية، ألقينا على كرسيه جسدا. إذن المقصود بأي كرسي؟ الملك. كل الحديث في موضوع داود وسليمان ملك ملك. وعلى فكرة ملك داود وسليمان يعبر عن مرحلة انقضت ولن تعود، وهذا سبق شرحناه في قول سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هذه سبق شرحناها. شو يعني لا ينبغي لأحد من بعدي؟ طيب الآن ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه الملك جسدا ثم أناب. ثم أناب. طيب نشوف بعض تفسيرات القدماء من المفسرين. ألقينا على كرسيه جسدا، قال إنه كان لسليمان خاتم. طبعا بديش أفصل القصة خوفت يعني أنتوا ثانيين تحبوا هالقصص. كان له خاتم، كيف إنه الشيطان احتال حتى سرق خاتمه، ولما سرق خاتمه صار عمل شخصيته زي شخصية سليمان وقعد على كرسيه في الملك وصار يحكم ويدخل عن نسوانه وكل، وطبعا صورته صورة سليمان. وسليمان نفسه قعد 40 يوم يقول للناس يا ناس أنا سليمان ومش مصدقينه. وكيف إنه سليمان قال بصير يشتغل عند الصيادين، وإنهم الصيادين بصيروا يعطوه كل يوم سمكتين، سمكة ببيعها وسمكة بوكلها. ولما تقريبا قربت تنقضي 40 يوم بيعطوه في أجرته سمكتين، لما بيبيع واحدة وبيأخذ الثاني بيفتحها يا سبحان الله وإذا الخاتم في داخلها.
برد يلبسه. طب منين اجى الخاتم؟ اجى الخاتم لما خاف الشيطان انه سليمان يلقى خاتمه رماه في البحر، اجت السمكة اكلته. ويا سبحان الله، اي واحدة. اذا شو الجسد؟ الشيطان لما قعد على كرسي الملك. طب منين جبتوا الكلام؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. ولا من وين يا اخوي؟ طيب هاي واحدة. ناس ثانيين قال لا، قال حارب ملك من ملوك لبنان اليوم، ممكن نسميهم ملوك لبنان، وقتل هذا الملك، وبعدين تزوج بنته، وبنته اشتاقت لأبوها، وانه استأذنت سليمان تعمل له تمثال زي صورة أبوها، فأمر سليمان فعمله تمثال زي صورة أبوها، من كتر ما حبت كانت كل يوم تروح تسجد لا إيش؟ لتمثال أبوها. بعدين عرف سليمان وغضب إنه كيف يعبد الأوثان في بيته، وكانت هذه فتنته، وكيف إنه يعني في ملكه عبدت الأوثان. طيب قال قصة ثالثة، إنه قال ولد له ابن وخاف عليه، خاف عليه، فربا وين؟ في السحب، في السحب، في السحاب، خوف الشياطين، وكان هناك برضعوه بطعموه بأكله. بعدين وله، تفاجأ في يوم وإذا الولد ساقط على الكرسي وميت. فطب شوفت انتو؟ قال انه يعني خاف من الشياطين، وكان لازم ما يخافش إلا من الله. ويعني طيب هذا نجده في كتب، بعض كتب التفسير. اثنين، في قال من المفسرين اللي بيقولوا لا كل هذا إسرائيليات باطلة، قالوا لا، يبدو تفسير هذه القضية موجود في صحيح البخاري. ايش في صحيح البخاري؟ قال الحديث التالي. طب الحديث هذا اللي في صحيح البخاري اللي بدكم تقولونا اياه وتفسروا ألقينا على كرسيه جسدا، هذا الحديث يعني البخاري واضعه في كتاب التفسير، ولما بفسر هاي الآية بيقول لك لا. طب ولا ليش بتجيبوا هالحديث وبتلزقوا للآية وبتقولوا بجوز هذا التفسير؟ منين جبتوا الكلام؟ شو هو الحديث الصحيح؟ طب إذا حتى لو كان هذا الحديث صحيح، وهو صحيح كسند، حتى لو كان صحيح، شو علاقته بتفسير الآية؟ شو علاقته بتفسير الآية؟ قال قال فولدت امرأته، ولد طاف عليهن، بعد ما طاف عليهن ولا واحدة حملت إلا واحدة، فلما ولدت نص إنسان ميت، نص إنسان ميت. طب ممتاز، تفضلوا. طب مدام ولدت نص إنسان ميت، شو جاب تفسير ألقينا على كرسيه جسدا بإنها ولدت واحد نص واحد ميت؟ منين جبتوها؟ قالوا ما هو بجوز. اذا بجوز. قال بجوز القابلة اللي ولدت مرته اجت اخذت هالكرسي، هالولد الميت، وحطته على الكرسي. يا الله، منين جبناها ان القابلة اخذت وحطته على الكرسي؟ منين جبناها؟ قال طيب وين غلط سليمان؟ قال ما قالش ان شاء الله. طب ما هو ما قالش متعمد ولا مش متعمد؟ والله اذا قصدهم متعمد والعياذ بالله منكذب الرواة على طول. نبي هذا، شو متعمد ما يقولش ان شاء الله؟ طب ولا ناسي؟ طب واذا ناسي ما هو لا يؤاخذ، ما هو ناسي لا يؤاخذ. فالله يبتلي ليش؟ ما نيته صالحة، بده ناس يقاتلوا في سبيل الله، نيته صالحة، ليش بده يأخذه الله؟ لأنه نسي يقول إن شاء الله. ومين قال اللي بينسى يقول إن شاء الله مؤاخذ؟ مع أنه مش مؤاخذ عليه الاستغفار، مش هيك؟ لما إحنا ننسى من شيء، صح الله رفع عنا الخطأ، بس هذا الكلام بمنعنا نستغفر؟ لا. طب ومش معقول يعني هالفتنة هاي كلها الطويلة العريضة لأنه نسي؟ لا، هي أولا مش الفتنة هي، ولقد فتنا سليمان مش قضية وألقينا. طب شو وألقينا على كرسيه جسدا؟ شو ممكن يكون أقرب شيء للصواب؟ أقرب شيء ما نستعرش من برا، نأخذ من القرآن. وليش نروح ندور برا القرآن؟ نأخذ من القرآن. طب شو بقول القرآن؟ خليني أضيف حرف مؤقتا مشان أبين شو اللي مقصود.
ولقد فتنا سليمان وألقيناه على كرسيه جسدا. مين اللي ألقينا؟ مين؟ سليمان. طب أنو أبلغ، إنه نقول ألقيناه ولا ألقينا؟ لا لا عفوا، قد يكون الأبلغ أقول ألقيناه. هذا إيش؟ هذا حتى يكون المعنى واضح. ولقد فتنا سليمان وألقيناه على كرسيه جسدا، يعني ألقى الله سليمان على كرسيه جسد لا حركة فيه، كرسي الملك. طب ليش ما قالوا ألقيناه؟ وين تبكون البلاغة الآن؟ إذا عرفنا إنه لو قال ألقيناه، معنى الإلقاء لما يقول ألقيناه فيه معنى النبذ، نبذ شيك انبذ، ألقيناه يعني نبذناه. والقرآن بها القرآن لا يريد على ما يبدو أن يقول إنه نبذ سليمان، فلأنه سليمان نبي أواب صالح، وبالتالي قد لا يليق بمقامه أن يقال وألقيناه على كرسيه جسدا، لأنها بتحمل ألقيناه إيش؟ تحمل ذم، وفيها معنى النبذ مش هيك؟ فيها معنى النبذ، ألقي ما في يمينك، ألقي ما في يمينك. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، ألقي ما في يمينك، ألقيناه بصير فيها إيش؟ نبذ. ولأنه تعبير ألقيناه الأبلغ بيكون أوضح إذا كان المقصود فيه النبذ، ولكنه لا، هو ما بده ينبذ نبيه، هو بده يقول لك إنه جعله جسد على كرسيه لفترة من الزمن، فكأنه تكريما له لم يقل ألقيناه. هل قلت مثلا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، لما يكون في غضب مغضوب، لكن لما يكون في نعمة أنعمت. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. الأدب مع الله، ما قالش فأراد ربك أن أعيبها. ما بيجوز تنسب العيب إلى الله، ما بيجوز تنسب العيب إلى الله. فأردت أن أعيبها، مع أنه اللي أمره يعيبها مين؟ الله، لأنه بيقول وما فعلته عن أمري. فالأدب مع الله، أما سفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ، فأردت أن أعيبها.